مهرجان تقيمه وزارة الثقافة بالهدف في تقديم تجارب مسرحية مهرجان السينمائية وصناعة الفيلم الأردني للساحة العربية والعالمية، وأيضا نستقطب أفلام من العالم ومن الوطن العربي لخلق حالة من التمازج بين هذه التجارب. ما يميز هذا المهرجان أنه عن السينما. الأردن زاخر بمهرجانات الإبداع على صعيد المسرح، على صعيد الدراما التلفزيونية، على صعيد اللحن، الموسيقى، الغناء، إلا أنه تجربتنا السينمائية في الأردن ما زالت وليدة. لما يقرأوا خبر عن فيلم ما أنه عدد الحضور للفيلم، المسرح كان فل. أتمنى دائماً أنه يكون بهذا التنظيم وهذا التنسيق المهم، يكون دائماً عندنا أفلام مهمة محلية أولاً ودولية، ويظل الأردن مستمر بهاي الحركة الفنية إن شاء الله، ومن نجاح لنجاح أكثر. أولاً أنا سعيدة بمهرجان الأردن الدولي للأفلام، لأنه وسعيدة أنه ببلدي مهرجان بنتهي بيبدأ مهرجان تاني، وأتأمل يظل دائماً عنا الفرح والإبداع مستمر. تكريم الشخصيات طبعاً أنا بالنسبة لي يعني أساتذتي أستاذ نبيل، أستاذ هشام صديقي، وأستاذي دهود يعني هو كان بصور معي بالمسلسل، وما فيش لما حطوا المشهد فكان كتير هيك يعني بالآخر فقدناهم، إنما الموت حق الله يرحمهم، وكنت سعيدة بأنهم كرموهم لأنه يستحقوا التكريم في حياتهم في مماتهم. اليوم أنا حضرت المهرجان وتابعت تكريم للفنانين الراحلين، طبعا كان إشي ولفتة جميلة من وزارة الثقافة بأنها تذكر الفنان الأردني الراحل، بالإضافة إلى تواجد العديد من النشاطات ضمن المهرجان مثل التكريمات ورعاية الاحتفال من قبل شخصيات مهمة من الدولة.